حنية السيسي الحقيقة رهيبة رهيب. بني آدم بني آدم يعني، أمال إيه؟ ما يعني الراجل بني آدم يعني. يعني مصر مرزقة دايما برئيس حنين بيخاف على المصريين جدا. السيسي امبارح عزى في ضحايا تحطم طائرة في تنزانيا، حاجة جميلة قوي. امبارح تحطمت طيارة في بحيرة فيكتوريا، السيسي عزى فيهم. طب السؤال، ما ده حلو، ده كلام كويس، ونعزي نحن شعب تنزانيا على هذا الحادث الأليم. بس هو السؤال، ما دام انت حنين قوي كده، ما حدش شافه مثلا اتكلم على اللي حصل في نفس اليوم امبارح على عقار في امبابة؟ انهار انهار، ارتفاع عدد المصابين في عقار امبابة المنهار الى 3 مواطنين. حدش امبارح سمعه بيتكلم على الفيديو بتاع الشاب اللي بيقول احنا بعتنا محاضر واوراق تثبت ان العقار ده قايل السقوط اهو؟ كنا قاعدين مره واحده سمعنا الحب ده بتاع البيت، وبقينا بقى بالمنظر ده. البيت دوت على شوف، البيت دوت قالوا اكتر من سنه ونص معمول بيه محاضر ومعمول بيه حاجات في الاسم. البيت اللي انهار ان هو مشروخ ولازم يترمم. تمام، وتعمل له عمدان. واصحابه كانوا مكسرين. مكسرين ازاي؟ محدش كان بيجي، محدش كان بيعمل حاجه. يعني انتوا اتكلمتوا معاهم؟ اه انا سبوه مع شط الناس كلها. قال لك سبوه يقع عليه على اللي فيه. مفيش حاجه ما عملناهاش. حلو، مش هادف ظباط حاضر. ده الناس دي اصحاب البيت اللي هم تعرفوا، ربنا يرحم عليهم. عيال بعد، ويا ريت حد يرفع التليفون ويكلم الست الغلبانه دي برضو، طلعوني انا حيه. لحظه انقاذ مسنه من تحت انقاض عقار امبابة. الست دي تقريبا الحمد لله يعني انتشلوها. طب لو مش عاجبك الناس اللي في امبابة، نروح اسكندريه ونشوف العقار اللي وقع في الدخيله. تفاصيل انهيار عقار بالدخيلة او الدخيلة الاسكندرية، انتشال جثة شاب وتحطم 3 سيارات وانقاذ اسرة. طب لو انت مش ناوي برضو تروح الدخيلة، تروح النوربرية مثلا النهاردة، المصنع اللي انفجر فيها، روح شوف اللي حصل، مدام الحنية يعني واخدة بعضها قوي كده. ولا اقول لك، حاول تشغل حنيتك دي على اولاد مصر المحبوسين، زي ما بتقول منى سيف بتقول في البوست ده. والله يا اولادنا هم الاولى بالاهتمام والحنيه، بس نقول ايه اللي حابسهم ومصر يضيع عمرهم وصحتهم.